Salam, Kiderin, la basse alaikum, Eidkoum Moubarak Saïd. Donc aujourd'hui, la vidéo, le sujet de la loi, est un mini haul Shein. Mais je vais vous dire que je vais vous dire que puisque ma affaire Kamlin, la les produits que j'ai mis Shein. D'abord, je vais dépasser les commandes 1250 dirhams, le montant global de la loi, je vais vous dire que je vais وغادي يخلصوا لي فري دوان. ما كنظنش بانه المغاربه مازال غادي يشريو من شيئين بهاد الطريقه هذه. الا كان شي حل بار لا سويت ما نعرف، ولكن انا بيرسونيلمون دابا ما يمكنليش نفكر ندير شي كوموند من شيئين، وجو بونس ديجا بان السيت ديالهم راه مسدود اصلا على الناس ديال المغرب. دوكو فوالا، انا ما غاديش نطول بزاف في هذا الموضوع حيت شفت بزاف الناس كيهضروا فيه وعندهم دراية وكل واحد عنده وجهة نظر ديالو. انا وجهة نظر ديالي جو تخوف جوست كو سي دوماج، بزاف ديال الناس مغاربة عندهم ان بودجي ليميتي و ils pouvaient se permettre انهم يشريو من دي سيت انترناسيونو. علاش؟ لان حوايج رخاصين دو بون كاليتي، زوينين، طوندونس اللي كيقلب على شي حاجة كيلقاها. دابا ما بقاش يمكننا ان بارتيكولير اللي غيشري واحد الارتيكل اللي داير 100 درهم ويخلص عليه 70 درهم ولا 68 درهم ديال الديوانه بلس لي فري دي فريزون، داكشي راه صافو با لا بين صراحه باش يبقى الانسان يشري من شيئين، وصافو با لا بين باش انه ينوض يخرج يمشي للديوانه ما تبقاش لا كوموند كتوصلك سلبه بالضرب بحال اللي كانت. دونك فوالا، هادشي اللي كاين، هادشي اللي عندي ما نقول على هاد السوجي هذا. انا مون نافي سي كو جو تروف كو سي دوماج. نبداو في لو ميني اول ديالنا. هاد لي لونيت هادو اللي كيجيو في هاد لا بوشي كيبانو بزاف زعما في اون سمومون. و فوالا، ها هما دايرين بحال هكا. غادي ندير لكم الصوره ديالهم اللي كانت في السيت هنايا باش تشوفوها. المهم هما ايدونتيك لداكشي اللي بان لي في السيت، وكيجيو بيان بروتيجي بلا بوشيت ديالهم. خديت وحدهم بحالهم، غندير لكم التصويره ديالهم هنايا، ولكن عطيتهم لماما حيت ما والمونيش بزاف، جاوني الستيل ديالهم كبير شي شويه عليه. كاينين عاوتاني هاد القراصات اللي خارجين دابا طوندونس، هادوك المقابط الكبارين اللي كنشوفهم في انستغرام وتيك توك وداك الشيء، واعرين لا كاليتي ديالهم كتحمق. غنحطهم لكم هنا. انا عييت بزاف منقلب عليهم هنايا وما كنلقاش زعما شي حاجه زوينه دو بون كاليتي، وما نشوفهم راه فريمون لا كاليتي ديالهم واعره، زعما فيهم حتى شي حاجه ماشي هي هذيك زوينه. كاين هاد اللعيبات هادو اللي كلكم جو بونس شايفينهم في شيئين، حتى شي حد ما كيشريهم. هاد اللعيبات هادو سو سون دي سوتيان، ولكن ما فيهمش لي بروتيل، وكيخدموا بالسيليكون، يعني داك السيليكون كيلصق زعما على لابو. جو سوي ان بو ديسو، داك السيليكون ماشي براتيك لان كيخصك ديما تبقى ملصق فيهم داك البلاستيك، ديما تبقى جايب لهم البلاستيك وكتلصقو فيهم. انا بيرسونيلمون مازال ما استعملتهمش على برا حيت ما قديتش الصراحه نخرج بهم، خفت دونك جربتهم هما مزيانين وداكشي، ولكن بوغ لا توني واش كيبقاو شادين ما كيبقاوش شادين داكشي جو بو با سافوار، حيت عمرني ما خرجت لبرا، وبالخصوص في هذا الصهد الانسان كيعرق في الطريق والشمس وداكشي. واش تخوف سا ان بو كومبليكي انك تخرج بيهم. غنجيو باغ لا سويت لهاد الكاسكيطه، هادي شريت واحد السيت فيه ثلاثة ديالهم بحال هكا، شوف من قدام. بون هي زوينة الصراحة بزاف، عجبوني ثلاثة بيهم، جبت ثلاثة ديال لي كولور البيض والكحل وهاد الغوز، وهاد الغوز هو اللي بقالي. علاش؟ حيتاش الاخرين خداوهم لي كاملين، هما اوني سيكس دوكو صافي، اللي عجبوه كياخد شي وحده، رجال وعيالات. وبقات لي وحده. ودابا سالينا من لي زاكسيسوار،
ما كانتش غران شوز في لي اكسسوار، ولكن راكم عارفين جات مع داك الفتره ديال ما بقاوش كيصيفطوا شي اين وداكشي، دوكو لا كوموند ما دازتليش اصلا ديال الحوايج الاخرى اللي بغيت ناخد، و هادشي اللي جا هادشي اللي وصل انا بارطاجيته معكم. على الله يحيلو من بعد ونقدو نبقاو نشريو من تما بلا ما نخلصوا دي فري دوان، ولا دو توت فاصون يكون شي حل اللي كيرضي جميع الاطراف. كنجيو دابا لهاد الكتيبه هادي، هاد الكتيبه هادي هي الكود كير ديالي، غنوريها لكم في السيت في شي بلاصه هنايا، وغادي نقيس غادي ندير لكم اوفيغ على ميزور هاد الحوايج هادو ديجا قيستهم وصورتهم قيس دوكو. غادي نبقى ندير لكم دي كليب هنايا باش تشوفوا كيفاش كيجيو ملبوسين. هي زوينه وما جاياش قصيره بزاف ومبرده، والثوب ديالها شوفوا على كاليته كي دايره في الثوب، الثوب ديالها فريمون واعر 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 واعر. حمقت عليها حمقت عليها حمقت عليها من كود كور. فهاد لا كوموند كامله الكود كور ديالي هو هادي. علاش؟ كيف ما قلت لكم لا ماتيير ديالها زوينه وداكشي، ولكن واحد الحاجه اللي ما عجبتنيش فيها هي انه دابا باش تغطي كبيره، باش تغطي كبيره عليك بزاف كيبقاو هاد اللعيبات هادو كيجيو بحال ملاصقين فهمتي، كيجيو هكا مخنشين بحال اللي ما عرف شنو لابس، يعني ما يصلح لكش طاي كبيره. وفي نفس الوقت الا خديتي طاي ديالك ولا طاي يعني اللي كتجيك هي هذه كتجي فريمون مزيره بزاف بزاف بزاف، وكتبين من التحت كتبين ماشي حتى زعما اي ترونسبارونت، كتبين حيت لا ماتيغ المول دوكو، خاصك فريمون تعرف شنو تلبس من تحت منها باش ما تجيش معيق. كاين ثاني حاجه هاد لو تيشيرت هذا كروب توب مزيون، سوف كو صراحه ما كنتش عارفه قصر بزاف دوكو، ما عرفتش كيفاش غادي ندير نلبسو. انا ندير لكم في ان بوتي كليب هنايا كيفاش قدرت نلبسو وكيفاش جاو، وانتم تشوفوا على حسب لي بريفيرونس ديالكم واش كيعجبكم هكا كيعجبكم طوال كيعجبكم قصر سافو دوفوار. المهم انا وريتكم كيفاش كيجي باش حتى نتوما زعما اللي بغات تاخذو ما يوقعلهاش بحالي، حسبت لها راه طويل شي شويه وانا صراحه قريتها في لي كومونتير غير بغيت انا ديجا قريت في كومونتير بانه كيجي صغير، ولكن جو سوي دي كو راه كيزيدو فيه. انا خطي كبيره وغيجيني هذا، وخديت طاي كبر مني، خديت وقيله اكس ال وما واخا هكاك جا قصر. كنوريكم من بعد هاد لي شورت سيكليست هادو سو بيمول عاوتاني، انه هاد لي لاستيك ديالهم مزير، لي لاستيك ديالهم مزير وما جايش زعما موزع على هاد لابارتي كامله اللي دايرينها هما هكا مخيطه من الفوق، لا جاي غير الفوق جاي غير هنايا يعني في النص ديال ديك لابارتي، وكيزير صراحه بزاف. خديت منه هاد الكريم غلوق، هاد الكريم غلوق كيكون اللون ديالو مبدل في السيت، ولكن انا ندير لكم هنا بيان سور، ولكن اللي كيوصل لون اخر. المهم خديت بحالو هكا اونواغ جوج بيهم واعرين، كنلبسهم ماشي ما كنلبسهمش، غير هذاك البلان ديال ان داك لي لاستيك كيكون مزير سان دير جامب. هادشي ليك الوغ فالاسيت. عندنا هاد لو بونطالون هذا كيجيو رجلين ديالو بحال هكا، ديري لي رجلين ديالو بحال هكا. هاد لو بونطالون هذا كيجيو رجلين ديالو واسعين، لا ماتيغ ديالو واعره. سول بيمول على هاد السروال حتى هذا هو انه كيجي طويل بزاف من التحت، يعني واخا تاخد لاطاي ديالك كيجي طويل من التحت لدرجه انني كنت كنصطم فيه وما عيقاش براسي حتى لقيتو خسر من التحت. دوكو دابا غير خصني نمشي نقص منه باش يزول داك الطريف من التحت باش ما بقاش نصطم فيه. دونك هذا حتى هو الا بغيتو تاخدو اون طاي صغر باش يجيكم زعما قصير كيجي مزير بزاف من الفوق، دوكو ضروري اللي غتلبس من فوق من زعما اللي غتلبس هاد السروال هذا خاصها تلبس منو شي حاجه فوق منو شي حاجه طويله حيت كيجي فريمون تو ماتش.
واللي ما بغاتش تلبس من فوق منه شي حاجه طويله خاصها تشريه كبير بزاف، والا شريتو كبير بزاف من التحت غيبقى كيتجرجر، دونك يا اما تشريه كبير بزاف ومن التحت كيتشرجر وتمشي تنقص منه، يا اما تشريه مضيق بزاف وغتبقى تلبس من فوق منه شي حاجه طويله. انا جو بريفير انك تشريه كبير بزاف وتمشي تنقص منه، سي بلو فاسيل. المهم باغ لا سويت غادي نافيشي لكم دابا هنايا واحد الكسيوه. المهم هاد الفقره هادي ديال الحوايج اللي ما خديتهمش من شيئين، ولكن شفت اكزاكتومون لا ميم شوز في شيئين في داك الوقت اللي كنت باغيه نشري منه وما بقاش كيصيفطوا للمغرب. دوكو انا جي في فغاد هاد الكسيوه هادي، ما غاديش نبان لكم هنا مزيان. المهم هنا راني قيستها وبلاصه هنا نحط لكم فيها الكليب فين قيستها، وبلاصه غادي نحط لكم هي كيفاش كنديرها في السيت وانا كيفاش خيطتها. يعني انا خديت هاد الثوب هذا غير عادي باش نجرب فيه، ومشيت خيطتها بنفس الموديل اللي كاين في شيئين، ما كاينه فيها لا مارك لا والو، راه هي مخيطه. دونك داك الديكور اللي كان فيها هنايا عاد درتو، وداكشي الاخر على حسب القياس ديالي. المهم بصراحة جات حسن، خديت القياس ديالي اكزاكت وضمنت بانها غتجي هي هذيك. والثوب انا اللي مختاره دونك جو با مي بلاندغ، هاد الثوب هذا المهم تكمش خصو يتحدد، مي دو توت فاسون كتبقى هي لا ميم شوز مع هذيك اللي كاينه في السيت. تقولوا لي لتحت واش جات بحالها، واش جات زوينه وهي ملبوسه. المهم خاصها تحدد، prenez ça en considération انها ما محدداش. ابري بار لا سويت غادي ندوزو لهاد التيشيرت هذا، حتى هو راه غندير لكم كليب هنا في قيستو. هذا ما خديتوش من شيئين، باغ كونطغ غندير لكم هنايا اكزاكتومون لا ميم شوز كاينه في شيئين، مي انا لقيتو غير في واحد المحل هنا وانا نشريه، تالمو حمقني عجبني، لا كاليتي ديالو واعره واعره واعره، لا كاليتي ديالو زوينه والثوب ديالو رطيطب وزوين وطويل ويدو طوالين، وهاد الزواقه هادي هي اللي كانت في شيئين، دابا نحطها لكم هنايا وشوفوا واش بحالو. والمهم كله عجبني زوين بزاف، وانا خديته غير هنا دونك جيت بيتو ساتيسفيت. حتى تقولوا لي كيفاش جاكم في لي كومونتير. لا ديرنيير شوز هي هاد السروال هذا، هاد السروال هذا حتى هو وقعت لي معاه لا ميم شوز، شفت بحالو في شيئين وكنت باغيه ناخذوه وما كتبش على هذاك البلان اللي كان وقع. دوكو مشيت خديته من هاد المحل هذا، لقيتو في هاد فواحد المحل فاس، دونك قلبوا في داك المحلات اللي كيكونوا كيجيبوا السلعه ديال برا. كونسي انكم تبقاو تقلبوا في داك المحلات اللي كيجيبوا السلعه ديال لي مارك، يكونوا فيهم زارا اشين بيرشكا وداكشي. انا لقيت فيهم هادو بجوج والثمن ديالهم مناسب بزاف، ولا كاليتي ديالهم كتحمق، وعوضوا لي شويه داك الفقصه اللي كانت فيا على لا كوموند اللي دوزتها وما بغاتش تدوز في شيئين. دوكو فوالا هادشي اللي كاين، هادشي اللي كان عندي ما نوريكم في هاد لو ميني اول شيئين، حيت مالوغوزمون ما صلحلناش نشريو ما اكثر اولا ناخذ حوايج ما اكثر ونجرب حوايج ما اكثر. مره اخرى ان شاء الله الا كان شي ابديت في هذه القضيه هذه ديال شيئين طابور للمغرب، كنتمنى الله يكون خير باغ لا سويت وياخذ اون كونسيدراسيون كاين دي جون اللي ما عندهمش ان بودجي، اللي مازالين كيقراو، اللي كيبغيو ياخذوا من دي سيت اترانجي اللي فيهم الاسمنه مناسبه ودي ستيل زوينين اللي هنا ما يمكن لهمش ياخذوهم. وهادشي اللي كاين، الى عجبتكم لا فيديو ما تنساوش ديروا لي ان بوتي لايك وتابوناو فلاشين باش يوصلكم اي حاجه جديده. تهلاو فراسكم، ا بيانتو.